ليبيا بلد الجميع، صديق للجميع، لا يمكن أن يكون عدو لأي دولة. ليبيا تبحث على مسار ديمقراطي يختار فيه الليبيون دستورهم والوصول إلى انتخابات حقيقية. لا يمكن القبول بحكم العسكر مرة أخرى في ليبيا، لا يمكن إلا بالوصول بليبيا إلى دستور حقيقي عادل يشمل ويرضي ويرضى به الجميع، ومن ثم نقوم بانتخابات حقيقية. هذا ما ندعو به في هذه الحكومة. هذه الحكومة حكومة مؤقتة استقرارية تريد استقرار ليبيا حتى الوصول إلى درجات الدستور والمرحلة النهائية. نحن نسعى للسيطرة على السلطة والله على أي منطقة كان. نحن نريد المرور بهذه البلد مرحلة استقرار، ومن ثم إقامة دستور حقيقي، ومن ثم تكون دولة.